دكتور محسن أحمد، عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني حضرتك طبعا يعني عاصرت السينما المصرية لسنوات جميلة وطويلة، وأصبحت من كبار مديري التصوير في السينما المصرية. هذه الخبرة الكبيرة والجيدة جدا، كيف ننقلها إلى مديرين التصوير يعني الناشئين الشباب؟ يمكن مؤخرا أنا اهتميت بالتواجد في بعض الجامعات اللي بتدرس صناعة السينما عشان أنقل الخبرة للزملاء الأصغر سنا. خيركم من تعلم علم وعلمة. بتمنى أن كل من اكتسب خبرات في أي مجال أنه يسعى لنقلها للأصغر سنا، عشان ده بيصب في صالح مستقبل بلدنا اللي احنا بنحبها كلنا، مصر. صحيح. أفلامك اللي انت حاسس أنك يعني بتعتز بيها أكتر؟ كلهم أبنائي. ولكن البعض من الأفلام بشوف أنه ربنا أكرمني أني تواجدت مع كوكبة من الفنانين كلها أضافت لشغلي الكثير. يعني فيلم زي فيلم الكتكات كان متواجد فيه إلى جانب المخرج الكبير الأستاذ داود عبد السيد، مهندس الديكور رائع الأستاذ أنسي أبو سيف. أيوة. ويمكن كنت بحكي من كام يوم لبعض الزملاء أني أول زيارة ليا لاستوديو جلال عشان أشوف الديكور اللي هشتغل فيه، فلقيت اللي قاعد وكنت فاكره أحد العمال هو الأستاذ أنسي بنفسه بيشتغل في تفصيلة إزاي الحيطة اللي في البيت القديم يبقى فيها شكل القدم اللي مفروض يبقى موجود بنفسه وبملابسه كاملة قاعد على الأرض بيشتغل. حضرتك قولي الأسماء اللي مرت بيها في حياتك الفنية الجميلة واستفدت منهم قوي، ويعني توقفت عندهم كمديرين تصوير كبار. أستاذ عبد العزيز فهمي مدير التصوير الرائع اللي عمل لنا فيلم زي الموميا، في صورة شديدة الإبهار قوي على المستوى حقيقة. العالمي، وفي كل أعماله كان بيقدم صورة شديدة الإبهار اللي بعتبره الأستاذ والمعلم اللي كنا بنحاول نفكر إن إحنا في يوم من الأيام نقرب من إنجاز عبد العزيز فهمي. وعلى فكرة الأستاذ عبد العزيز كان مسميني الابن الضال. طب الابن مفهومة، يعني لماذا الضال يعني؟ لأن في مادة تحليل الأفلام كنت تملي أدور على أشياء في أعمال الأستاذ عبد العزيز تعتبر فيها جزء من الخطأ للي هو بيقوله لنا كمعلومات عن الشكل الأمثل للصورة. كان بيهتم باحترام مصدر الضوء، يعني لو مصدر الضوء لمبة في نص الحائط فهي مفترض تبان اللمبة دي بس هي اللي بنعورها المشهد. فكنت أنا أجي في فيلم زي الهارب أقول له يا أستاذ عبد العزيز نن عين مدام شادية في ريفليكشن لأكتر من مصدر إضاءة، وده معناه إن حضرتك استخدمت أكتر من مصدر للإضاءة في إضاءة المشهد. فطبعا دي حقيقة لا، وملحوظة دقيقة جدا. فهو قال لي على سبيل الهزار أنا مش عارف أعمل فيك إيه، هسميك باسم أحد أفلامي، أنت ابني الضال. هو كان أستاذ جميل كان بيحب تلامذته وكلنا كنا بنحبه.